وإلى خبرنا الأخير، نفذ قسم التشجير والتحسين بمشروع النظافة بمدينة الشحر حملة غرس شتلات لأشجار الزينة والنخيل بالشارع الجانبي للمدخل الغربي الموازي لمركز أفراح الشحر بمنطقة الشقق، وكذا غرس شتلات للزينة في جولة المحضار بمعدل 47 شتلة جديدة ستسهم في تحسين المنظر الجمالي للمدينة. هذا ويقوم صندوق النظافة بالمديرية ممثلة بالأخ شهاب حداد مدير المشروع ومسؤول التشجير عوض باضاوي جهودا حثيثة لتحسين المنظر الجمالي لمدينة الشحر.